ربما اكيد انت يا كوتش راكي اسعد امراه في الطاقم الفني بما انك حققتي 3 ميداليات البارحه، اليوم ربما دخول غير موفق، اولا نبدا بالبارح ونروح اليوم. نعم كما كنا ذكرنا الحمد لله 3 ميداليات هذه ما جاتش هكذاك برك، جات بالعمل والمثابره. كنا غالقين على روحتنا لمده 5 أو 6 أشهر وحنا في تربصات في الوطن ولا في خارج الوطن، وان لي زاتلات تركوا الدراسات تاعهم، حنا كمدربين ونا ابوندوني ولادنا ابوندوني العائله تاعنا بهذا قاعيتيك، وكان الرئيس واقف علينا قدم وساقي تماك شوفرنا كل الامكانيات، كان عامل جبار الحمد لله ما جاتش هكذاك بالساهل. وما يخفيكمش يعني راه مستوى عالمي هنايا على الحوض المتوسط، عندنا ابطال عالميين، عندنا ابطال اولمبيين راهم مشاركين في الطبعه هذه تاع وهران. الحمد لله البنات البارح قدروا يفرضوا السيطره تاعهم ونقدرنا حققنا 3 ميداليات ذهبيه وميداليه ذهبيه ايضا في لي غارسون وفي الضياء. وان شاء الله اليوم رانا كما شفنا حسين دايخي ان شاء الله يلتحق بالزملاء تاعو نجيب ان شاء الله. نجيب اليوم ربما نتكلموا على الدخول نجيب عفوا اذا كان في نعم بدر الدين نعم. عفوا اذا كان بالامكان ان تسال مدربه المنتخب الوطني للاناث فايزة زيغاوا عن ربما خطوة كانت قامت بها الاتحادية الجزائرية في وقت سابق وهي تشبيب المنتخبات الوطنية للكاراتيه، الأمر ربما اللي كان أحدث ضجة كبيرة من قبل الرياضيين رياضي المنتخب صحيح. الوطني، ولكن نتائج اليوم رانا نشوف فيها على أرض الواقع. المنتخب الجزائري حصد 5 ميداليات 4 منها من الذهب، ولما لا ستكون الميدالية اليوم إن شاء الله من طرف حسين داخي. أعطينا فقط حبيت نوضحوا على هذه النقطة كيفاش تلقوا الانتقادات السابقة نعم وش من وما هي الأمر الذي خلاهم يصرون على انتهاج سياسة التشبيب؟ نعم طبعا الزملاء في الاستوديو يريدون ان يعرف طبعا عادوا الى المرحله التي تلقيتم فيها انتقادات كبيره من خلال التغييرات اللي قمتم بها على مستوى المنتخب، تشبيب المنتخب بشباب اقل من 21 سنه، الناس ربما ما وضعتش فيكم الثقه في هذا القرار بخصوص هذا القرار، اليوم ثمار قطفت، اليوم عاودتوا وليتوا بقوه واكدتوا بانه خياركم كان موفق، اليوم ربما كلمة بهذا الموضوع بخصوص الانتقادات اللي تلقيتوها. نعم الانتقادات يا أخي شكون اللي ينتقدوا؟ ينتقدوا الناس اللي خدامين. لو كان ما تخدمش ما ينتقدوكش، ما يبانش العمل تاعك. وحنا الحمد لله على رأس الفيدرالية كاين شامبيون. كان شامبيون. يعرف خدمته. على رأس الطاقم الفني كلهم كانوا كنا دي شامبيون. يعني تسمى ما جيناش من العدم. والحمد لله يعني الانتقادات تاعهم حنا التغيير اللي درناه. الفريق هدايا راه 80% شب. عناصر شابه والاول مره يشاركوا في مستوى كما هذا، مستوى السن تاعهم راه 18 19 سنه مازال عندنا دي زاتليت راهم يخرجوا بلوتوريزاسيون باترنال الحمد لله. وهاد الرياضيين كله كيف واحد 80% منهم هم رايحين يشاركوا في بطوله العالم تاع او 21 يتم عندنا جينيراسيون الله يبارك يعني اللي سنوات عديده الجزائر تستفاد منها عديده. والحاجه المليحه عندنا هذه ليكيب اي عندنا ليكيب بي عندنا الحمد لله راه عندنا دوكا فريق اللي نقدروا ان شاء الله نخدموا به وان شاء الله ربي يوفقنا. طيب اكيد اليوم نتكلم على الدخول غير موفق للجزائريين من دون شك، اليوم لازم تعرف الناس كنا تكلمنا في الكواليس منذ قليل اليوم الوزن الثقيل دخول المنافسين اقوياء الجزائر دخول غير موفق. ما الدخول ماشي غير موفق لكن كانوا تما عملوا اللي عليهم كانوا حابين يلتحقوا بالزملاء تاعهم ويفرحوا الجزائر بصح لا غالب ما قدروش طاحوا مع دي زاتلات مستوى المدرسه الفرنسيه وحتى التونسيه اللي طاحت من هيك في الوزن الثقيل راهي رياضيه عندها ثالث عالميا وراهي متاهله الالعاب العالميه يعني عندهم مستوى. هذا ما يمنعش انه المام لي زاتلات تاعنا خسروا بصح خسروا افيك اونور وخسروا بمستوى وشغفونا فوالا طيب كنا ذكرنا نقطة مقبل أيضا في الكواليس قلت لي بأنه النتائج تاع البارح 5 ميداليات ربما وضعت نوع من الضغط على الرياضيين اللي ربما دخلوا شاركوا اليوم. نعم بالطبع بالك الرياضيين هذوما شيء طبيعي يحبوا يخدموا يحبوا يلتحقوا بالزملاء تاعهم يحبوا يفرحوا الجزائر يحبوا يطلعوا الإعلام يحبوا يسمعوا قسما هذه هي راهي في بلادنا
بصح الله غالب. طيب الامل معلق على ديخي، مازال عندنا امل، لما لا سادس ميداليه؟ ربما نتكلموا فقط دوكا على التضحيه تاعكم، اكيد ما تمرش مورا الكرام. نذكر فقط بدر الدين بان هذه السيده وباقي الطاقم الفني تركوا اولادهم. هذه السيده التي تشاهدونها ربما الابن تاعها ربما تعرض لحادث على مستوى يده، البارحه تلقت الخبر وربما اصرت على البقاء مع المنتخب الوطني في سبيل الجزائر من اجل قياده المنتخب الوطني. اكيد نحيوك يا سيدة الكريمه. الله يسلمك. والله غير البارح اون بلان فينال تلقيت مكالمه وين وليدي انيس اللي نحييه طاح، عنده كسر على مستوى اليد، داروا له جبس. بصح هذا ما منعنيش باش نوقف ونوقف مع بلادي ونوقف مع الاعلام ونوقف مع الفريق كله والحمد لله. طيب اخر سؤال، اليوم ربما الجمهور شجعكم واليوم حضر بقوه، ربما شيء زاد فيكم الكثير. الجمهور علامه 10 على 10، لعب الدور تاعو بكامل قواه. وما ننساش ثاني نحيي برك الفريق الوطني اللي تما ما كانش عنده الفرصه باش يشارك، العناصر الاخرى اللي جاوا ديبلاصاو من ولايات اخرى وتلتحقوا بزملائهم وراهم يشجعوا فيهم. والله غير فريمون برافو، عندنا فريق وعندنا جزائريين حارين ويحبوا بلادهم. وان تو تري فيفا لاجيري. كلمه حول المدرب المصري اللي احدث طفره كبيره في الكرات الجزائري. لا لا هذه ما ننكروهاش، زادنا اضافه كبيره والحمد لله المستوى هاوليك، وهذه هي نتعاملوا مع العالميين هاو المستوى وهاي النتيجه والحمد لله. ورانا دائما في الميدان ورانا نتعلموا ورانا نرفدوا في الخبرات، احنا هذا واش كان خاصنا كجزائريين. شكرا جزيلا سيده زيكا وفايزه، برافو 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 لكم وللكرات الجزائري. شكرا. ربما هذه كانت معنا بدر الدين سيده زيكا ومدربه السيدات والتي تحصلت على 3 ميداليات من الذهب، اكيد شيء رائع جدا. واليوم الكاراتي طبعا لا يمكن ان نكرر بغض النظر عن نتائج اليوم، ولكن بالرغم انه حسين ديخي ما زال ربما حامل رايه الجزائر، ولكن الاكيد انه ربما الكرات الجزائر نهايه او مهمه رائعه جدا انهاها بالذهب وبالفضه، وقسما البارحه زعزعت وزلزلت هذه القاعه، قاعه محمد بن احمد بوهران، القاعه المحاذيه لفندق الميرديا الذي ربما الجميع من عمال من رياضيين من امن من صحافه البارحه كلهم وقفوا وقفه اجلال وتقدير لربما ابطالنا الذين ربما بفضلهم طبعا علم الجزائر على طبعا على في هذه القاعة لأربع مرات دون نسيان المصارع الذي شكرا لك نجيب هنان. أكيد لا يمكن، ونتمنى التوفيق لمصارع المنتخب الوطني حسين ديخي ولما لا حصد خامس ميدالية من الذهب في مباراة أو في مباريات اليوم، وبتأكيد نتمنى الشفاء العاجل لابن مدربة المنتخب الوطني للسيدات بعد الحادث الذي تعرض له. ومن قاعة الكاراتيه مباشرة ننتقل وإياكم إلى